عطني جوالك. ليش؟ بسوي في جوالك حاجة جميلة حلوة تخلي جوالك يعني يصير سريع يصير أجدد. عاد انت اليوم عندك فقرة تقنية. ايه فتقنية بس ترى أمانة عندك تقول الجوال الثاني خالد. طبعا هذا الجوال سليم يا خالد انت مقفل عشان البرنامج يعني. ايه عشان الشبكة ما شاء الله تبارك الله. انا مستغرب يعني ما انت بحاط يعني عليه حماية ولا انت بحاط عليه اي شيء يحميه. ترى انا بديت احس باحساس سلبي. خله شوي يا خالد. طيب خله شوي روق. اي روق. طيب. ابد الوضع تمام. بس انا بقول لك انا مستغرب ما في ولا خدش ولا شيء وانت ما انت بحاط عليه حمايه. فيا خالد شوف هذا الشيء طبعا بيغير من الجوال بيصير جوالك اجدد. بس ترى ما عليه حمايه والله ما عليه حمايه. لا لا بس ما عليه حمايه لا ينكسر. عبد العزيز عزيز ايش تسوي؟ يا جماعة قاعد يكسر شاشتي. والله يا الله يا خالد شوف كيف صار جوالك متهشم. فيا خالد أنا هذا سويت خير لك يعني المفروض إنك يعني تشكرني وتقول لي يا عبد العزيز شكرا ليش؟ إنك بتغير لي شاشة جديدة في غضون 5 دقائق إلى 7 دقائق. طيب ليش تكسره؟ اكسره عشان اعطيك شاشه اجدد من هذه. طبعا عطني جوالك عبد العزيز ابوريك حركه حلوه شبابيه ممتعه. عطني جوالي طبعا يا خالد ودي اني اعطيك اياه. خلاص كسر زياده خلاص. انا احبك ولاني بغير لك الشاشه. طيب يا خالد نروح لفقره دردشه واغير لك الشاشه في فقره دردشه. تكسر جوالي عشان تجرح المشاهدين عشان الله يسامحك يا عبد العزيز. انا والله اني حاس باحساس سلبي شوي. الله اعطيتك ورده ذاك اليوم خذ الورده ما انا فيها بس تكسر الشاشه. والحين يا خالد قاعد بغير لك شاشه جديده لان جوالك لازم يتجدد. جددوك لازم تتجدد يا خالد. جددوك.